أيام رمضان الحلوة الجميلة. أنا من الناس اللي بحب قوي استقبال الشهر، وبحب قوي الأغاني وعبد المطلب ورمضان جانا وكده البهجة، وبزعل قوي أول ما كانوا يبدأوا يذيعوا أغاني يلا والله والله بدري يا شهر الصيام، حس كده إنك لا قلبك بيتوجع. أنا الأغنية دي بتحسسني إنه وكأن الشهر خلاص يعني هتلحقوا كده تستمتعوا بالعبادة والصوم والأجواء، وإلا أنا ماشي. فلا إن شاء الله نكمل على خير بإذن الله. خليني أبدأ معاكم سريعا. عايزة أروح وأقول إنه لو أنا المذيعة بتاعة من 10 سنين بقدم نفس الكلام هيبقى مختلف. أنا أسعد ليه؟ لأنه دلوقتي بنلجأ للتكنولوجيا عشان نعرف كمان حضراتكم بتتابعوا إيه، وده شيء من بجد فيه تطور رائع وجميل. يعني أحيانا كان يبقى تسمع من ناس، تعرف من رأي الشارع، الناس تعلق، ناقد يطلع يديك كده آراء فتفهم إيه الموضوع، لكن دلوقتي أنت تقدر تعرف انطباع الناس عامل ازاي من خلال التكنولوجيا. المؤشر بتاع 2024 اللي بيقدم تحليلات وارقام بعيده عن الاهواء، او انت بتحب ايه ما بتحبش ايه اللي تعودت تشوفه. احنا تعودنا في التاسعه مع بدايه شهر رمضان ان احنا نعمل لحضراتكم تحليل للمحافظات الاعلى مشاهده وبحث. يعني معنى ايه؟ ان احنا بنشوف كده من خلال جوجل الناس بتشوف ايه، طب بتبحث عن ايه، طب ايه الكلمه الاكثر بحث. فمثلا بحثنا بنحاول نروح لمسلسلات بعينها عارفين ان فيها طاقة انتاجية كبيرة وان الناس هتبقى حريصة عليها، زي مسلسل جودر مثلا. فخلينا نشوف المحافظات الاعلى بحث عن المسلسل وفقا لجوجل. فهنلاقي مثلا الاعلى بحث المنيا. يعني فاكرين امبارح كنا بنتكلم على مليحة كان يعني اسوان، دلوقتي جودر المنيا، المنيا وسوهاج. فإذا الصعيد، محافظات الصعيد الأكثر بحثا منها على مسلسل جودر، تليها الإسكندرية والجيزة ثم الدقهلية. تنوع رائع، تنوع يخلي كل صناع الدراما كده يبقى عندهم يعني عندهم إحساس حلو إنه أنا بعمل الدراما وبعدين المشاهد أيا كان موقعه فين، موجود في المنيا، موجود في سوهاج، موجود في الوادي الجديد، في مؤشرات شفناها على مسلسلات بعينها في الوادي الجديد، موجود مثلا في مطروح زي ما شفنا امبارح مليحة، موجود في أسوان. التنوع ده حلو، شمال وجنوب، شرق وغرب، لأن هي دي مصر، هي دي مصر. مواطن المصري على فكرة لا يختلف، زي ما انتم شايفين دي مشاهد من جودر، جودة انتاج واشياء جميلة. كمان احنا بحثنا وشفنا ايه، طب يا ترى ايه هي كلمات محرك البحث، يعني الناس ايه بتدور على ايه. فلقينا ابرز الكلمات الخاصة للبحث كانت ياسر جلال. الناس بتدور مسلسل ياسر جلال فين، طب بيعمل ايه، فكان وبعدين بتدور ما هو مسلسل جودر، ايه حكايه جودر، لان جودر هي حكايه من حكايات الف ليله، طيب الحلقه الكام، فالناس دورت على رقم الحلقه، طب الناس دورت على ايه كمان، دورت على موعد مسلسل جودر. فكل ده مؤشرات البحث اللي موجوده على جوجل بتبين قد ايه الناس كانت بتبحث وبتدور وبتشوف. طبعا زي ما انتم عارفين احنا حاطين على الشاشه زي ما حضراتكم شايفين الاعلى مشاهده طبقا لمؤشر البحث، زي ما قلنا مينيا وسوهاج والاسكندريه، الجيزه والدقهليه. يعني شوفوا التنوع حلو ازاي، تنوع رائع بصراحه، تنوع جميل. وانا بحب التكنولوجيا لانها بتاخدنا لاشياء كتيره نقدر نبحث فيها طول الوقت ونستمتع بيها. جودر الحقيقه مبهر، انا شخصيا انبهرت جدا لانه كمان التناول بتاعه في شكل جديد. ما هي حكايات الف ليله وليله يعني موجوده اولا في الكتب، وموجوده كمان على الشاشه المصريه من سنين طويله، وتعاملت بكل الأشكال، وتعاملت بأفكار كتير، وتعاملت بأبطال كتير. فطبيعي لما أنت ترجع تعمل أيضا يعني تاني تعود للخيال، لازم كمان تستخدم كل التقنيات والتكنولوجيا العصر اللي أنت بقيت عايش فيها. وده اللي حاصل فعلا في جودر، حالة من الإبداع من أول التتر ما يبدأ لحد تفاصيل كتيرة النهاردة هنتكلم فيها أكتر مع حضراتكم. خلينا نروح لفاصل قصير وبعدها نبدأ أيضا فقرتنا المتواصلة معكم في ليلة الخميس في التاسعة. عودوا إلينا. و
ورجعنا تاني مع حضراتكم، يا رب تكونوا مستمتعين ومتونسين برمضان. على فكرة الفكرة اللي حصلت في الخمستاشر حلقة وحصل تجديد لخمستاشر حلقة تانيين عملت انتعاش، يعني عملت انتعاش حلو، يعني انت برضو ايه بتشوف موضوعات جديدة، بتشوف نجوم جديدة، بتدي فرصة اكتر في تنوع اكبر، وده اللي حصل مع النصف التاني من رمضان. بقالنا يومين كده تقريبا مع مسلسلات النصف التاني، وطبعا بدأنا نشوف المسلسلات ونبدأ نتابع على طول، وهي الحقيقة لوحة كده جميلة متنوعة، دراما مختلفة فيها كده يعني موضوعات كتيرة. من أبرز المسلسلات في النصف التاني مسلسل بقينا اتنين. أولا عجبني الاسم، فكرة عارف إن فكرة إن إحنا نبقى إحنا الاتنين عايشين في بيت واحد، فالعادي إن إحنا نبقى بقينا يعني نبقى واحد، لكن لما أول ما بقينا اتنين معناها على طول ان احنا انفصلنا او كل واحد بقى لوحده، لانه كتير قوي بنبقى في البيت يقولك ايه خلينا حاجه واحده، احنا الاثنين حاجه واحده. يا ترى ده اللي هم قاصدينه، ده اللي احنا هنشوفه لما نعود مع النجمه والفنانه رانيا يوسف اللي ايضا منوره شاشه رمضان. يا رانيا مساء الخير. مساء الفل عليك يا شفكي وعلى كل الناس، كل سنة وانتم طيبين ورمضان وانتي طيبة كريم. وانتي طيبة وبألف خير. احكي لنا حكاية بقينا اتنين، يعني انتوا بدأتوا المسلسل اتنين، يعني حصل الانفصال على طول. تمام، احنا بادين سخنين جدا من اول حلقة. ايوة احنا بادين كنا واحد لمدة 25 سنة. تمام، والتراكمات والملل والروتين والمسؤولية صحيح. وعدم تغذية الحب لمدة 25 سنة بقينا اتنين بعد 25 سنة. عارفة فكرة لما كنا بنعمل الطلاق الصامت والخرس الزوجي وكل الحاجات دي بتحصل جوه البيوت. بالظبط بالظبط، فهو ده اللي حصل بالظبط بعد 25 سنة، انه بقوا اتنين لكل اللي انت قلتيه ده، الخرس الزوجي والتعود والملل والمسؤولية، وحد بيشيل المسؤولية وحد ما بيشيلش المسؤولية، فحاجات كتير بتتلخبط، مفيش توازن في الحياة، مفيش تغذية للمشاعر. صحيح، مبقاش في وقت للمشاعر، مفيش وقت للرومانسية، مفيش وقت لينا، مفيش وقت للزوجين يبقوا مع بعض طول الوقت، يا إما في وسط ناس، يا إما في وسط العيال، يا إما في وسط الشغل. كل ده، كل الحاجات دي كلها خلتهم بقوا اتنين، كل واحد بقى مستقل في حياته. صحيح، وانت عارفه كمان يا رانيا انه الزمن اتغير، يعني لما نرجع كده ورا ونبص على الزمن يعني حتى سنين مش بعيده قوي، نلاقي انه ايقاع الحياه لما كان ابطا شويه والناس عندها نفس شويه وكانت الناس تشتكي ما فيش رومانسيه، لكن مع الايقاع السريع وكل واحد بقى عنده يعني استقلاليه في شغله وفي حياته ومشاكله، بقى بالعكس محتاج الرومانسيه ومحتاج الدعم والسند اكتر طبعاً بكتير طبعاً من الاول. يعني انا عايزه اقول لك ان احنا دلوقتي بنبقى كلنا قاعدين في اوضه واحده، بس كل واحد قاعد منفصلين. صحيح، منفصلين، كل صحيح. واحد ماسك موبايله او قاعد في اوضته بيتفرج على حاجه او ماسك موبايله، حتى التواصل بالكلام ما بقاش موجود. صح، فدي يعني على قد ما العينين ما بتتلاقيش، يعني عارفه خالص كله خالص من بعيد لبعيد، يعني خالص الناس بتمشي على طول في نفس البيت وما بتبقيش عارفه مين راح فين، جه منين، مين خرج، مين موجود لسه في البيت، ما حدش، ما فيش التواصل بتاع زمان. كنا طيب كلنا بنقعد نتفرج على فوازير رمضان في نفس التوقيت، المسلسل نفس ده التوقيت، ده نفس الكنبه ونفس الكرسي صينيه الكنافه، الكلام ده ما بقاش موجود اصلا، ما بقاش خلاص موجود نفس. أيوة الحكايه، فهي فاحنا كل واحد بقى مستقل بشكل مخيف الحقيقه، انا شايفه بقى عنده حياته بشكل مخيف. يعني اكيد انا شايفه دلوقتي مشاهد من المسلسل الناس بدات تتابع. اولا كلميني عن وجودك في 15 حلقه، لسه كنت بقول ان هي عامله روح حلوه، التغيير ده عامل روح حلوه على شاشه رمضان، عامل روح حلوه، عامل تنوع، وعامل حاله، ما فيش حاله ملل، ان المسلسل ما فيهوش لونجير، ما فيهوش رغي كتير، في احداث سخنه سريعه، ما فيهوش تطويل، ما تحسيش ان في حلقه معديه وما فيش حدث بيحصل، الحوار سخن، المشاعر حاضره على طول. انا شايفه ان ال 15 حلقه ده من انجح الحاجات اللي حصلت، لانه اولا زي ما انت قلتي في اول بدايه اللقاء ده، انه بقى في تنوع في رمضان، انت بتشوفي وجوه جديده وصحيح كتيره، والحقيقه ان ال 15 حلقه عملت مسلسلات كتير
وفتحت بيوت ناس كتير قوي قوي. أكيد يمكن ناس أكيد. كتير كانت قاعدة بقالها فترة ما تشتغلش، فأدت فرصة لناس كتير إنها تشتغل الحقيقة. طب كلميني بقى عن الشخصية اللي أنت هتقفي جنبها، اللي أنت بتلعبي دورها، وهل هتنصفيها في المسلسل ولا هيجوا عليكي وعليها؟ بصي مش عايز احرق، بس ايوه انت عارفاني انا دايما بنظر الستات، طبعا طبعا. حاجه من غير ما اشجع بس انا عايزه الستات اقول لك غير حاجه، هو في حد يقدر يطلق رانيا يوسف في لا المسلسل؟ عملها ازاي شريف يعني؟ هعملها مفاجاه اهو شريف في اول حلقه وفاجئنا اهو. لا طبعا هي شخصيه ياسمين في المسلسل يعني مثال لستات كتير قوي في مصر او في البلاد العربيه عامه او في البلاد الشرقيه، اللي هي الست اللي ابتدت تشتغل بقى لها 20 25 سنه صحيح، وبتخلف وبتبقى مسؤوله عن بيت وعيال وزوج اللي وكل هو اللي هو احنا يا رانيا يعني، اللي هو احنا احنا بالظبط. بس عايزه بالظبط اقول كده لناس كتير بتتكلمي على ناس كتير قوي يعني، بالظبط احنا اللي هو الحقيقه. احنا بالظبط فاحنا هنتفرج ونشوف حلتوها ازاي يعني فاحنا هنشوف الحل بقينا ايه. بايونيك وومن، عارفه ايوه بايونيك وومن طبعا اللي هي بتعمل كل حاجه، والمفروض ان طول الوقت المجتمع والزوج والعيله المفروض طول الوقت يدوها 10 من 10 في كل حاجه. طبعا ده يعني لازم هي تبقى المفروض تبقى واخده 10 من 10 في كل حاجه، ومش من حقها لا تتعب ولا تمل ولا لا ولا تتضايق تزعل ولا تشتكي كمان، لما تشتكي هتبقى نكديه وزنانه طب وغاويه بصي يا رانيا، مشاكل. واضح كده انا وانتي قلبنا مليان فيه كتير، فاحنا مليانه محتاجين قوي. بقى ايه تنورينا ونقعد نعمل القعده دي، وان شاء الله نكون بنبارك لك على نجاح ان المسلسل. شاء الله انتي منوره شاشه رمضان، وهنتابع عشان اشوف بقى شريف هيقدر عليكي ولا ياسمين ولا انا اللي هتنتصر. هقدر عليه ولا احنا اللي هنشوف هنقدر عليه يا شبكي. ان شاء الله يعني بقيتوا اتنين، ربنا يكملها على خير بقى يعني. يا رب ان يمكن شاء على الله العيد نجيب المأذون تاني، الله اعلم يعني. الله اعلم. الله هنشوف اعلم. هنشوف. بشكرك الفنانه الجميله الرائعه رانيا يوسف ومسلسل بقينا اتنين، بشكرك شكرا جزيلا. على فكره من المسلسلات الحلوه كمان اللي بدات واللي ليها ايضا موضوع حلو، مسلسل دون سابق انذار او بدون سابق انذار، الحقيقه بتطل منه الفنانه نهال عنبر. ونهال عنبر من الفنانات اللي كانت محظوظه انها اشتغلت كمان مع جيل العمالقه، فهي ليها طابع خاص يعني، مخضرمه وخبره وعارفه تتعامل ازاي مع انواع الدراما المختلفه. هي بتطلع هنا في دور حما و و و و وطبعا يعني ليها كده وجود، وليها طبعا اكيد هيكون في تفاصيل كتيره. خليني اعرفها اكتر مع الجميله الرائعه نهال عنبر. مساء الخير يا نهال. يا مساء الورد، ازيك؟ عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه، وكل وانت سنه وكل طيبه اللي بيسمعونا وانت يشوفونا طيبه طيبين. وانت طيبه. ولسه كنت اول رمضان بقول فين نهال عنبر، بس لقيتك خلاص موجوده يعني. لا طلعت. لا موجوده، والدور حلو قوي. والام المصريه ايوه اللي هي حما وام، واللي هي حتى البنات ولادها، هي لمراتات ولادها، هي ام برضو، هي أيوة. مش حما، ايوه هي خالص مش حما، هي امهم كلهم، وهي حفيدها بالنسبه لها حاجه مهمه جدا طبعا. والاحداث اللي جايه جامده قوي على فكره. طبعا خدي بالك كمان يا نهال انه الام كمان اتغيرت، بقت اقرب للجيل، والحما بقت اقرب، وبقت هي عنصر كمان يعني، مش زي اجيال زمان اللي تلاقيها الجده او الحما بقت ست كبيره، بالعكس الاجيال بقت قريبه قوي من بعض. بس انا مكبره شويه. انت مكبره. هتلاقيني مكبره شويه. انا هو مكبره شويه عشان برضو تدي عشان شويه الوقار يعني. ايوه بتاع الام يعني. وهي كانت ناظره مدرسه، وهي دلوقتي يعني خرجت مفروض معاش، فهي مش صغيره قوي يعني. أيوة. لازم تبان كبيره. ايوه. وبعدين هي ست متدينه جدا، بتصلي وبتقرا قران وبتسبح على طول. هي ستايل شخصيه الام المصريه بتاعتنا المتدينه، اللي هي بتحب اولادها، اللي كل همها حتى هو في اول حلقه آسر بيقول لها ما الماما تعمل ايه، اللي هي ارملت بدري. أيوة. ترملت بدري، وهي ربت وكبرت ولادها من غير، وهي سعيده في حياتها مش زعلانه. طب ايه اللي شدك، ايه اللي شد انت للدور ده تحديدا؟ انا بموت في ادوار الام. ايوه انا بحب قوي الام. وبعدين انا حقيقه يعني استاذ هاني خليفه يعني انا طبعا كان نفسي اشتغل معاه طبعا، لان حقيقه مخرج رائع طبعا، مبدع، مخرج مبدع، والقصه مكتوبه حلوه جدا، والموضوع عارفه لما تقري تتشدي. انا القرايه كانت شداني في الكام حلقه اللي كانوا عندي، واخده بالك؟ عايزه بقى يجيبوا لي الحلقه اللي بعدها عشان اقرا قبل ما اشتغل كويس طبعا. كل ما اقول لهم والنبي تطلع لكم حلقه ابعتوها لي، عايز اعرف اللي هيحصل ايه. ايوه عايز تعرف الاحداث شدك على طول. أيوة.
وحقيقه يعني استاذ هاني توجيهات، يعني شكلي انا اللي طالعه بيه ده، ده استاذ هاني هو اللي حطه. ايوه، واول مره تشتغلي مع اسر ياسين وعائشه. عايزه ايه؟ اول مره تشتغلي مع عمر واسر طبعا تاني مره. واسر شخصيه من المستخدمات المحترمه جدا طبعا طبعا، وعمل مشهد امبارح رائع. صحيح، حلقه امبارح عمل حلقه امبارح كانت رائعه، وهو كان مشهد عالمي هو وهي. صحيح، حقيقه وعائشه عملت مشاهد حلوه قوي قوي قوي. بصي يعني بصي حقيقه المسلسل مباراه تمثيل جامده. إيه الاخراج طبعا يعني بيتكلم عن نفسه، واخد بالك يعني هو واضح الاخراج عامل ازاي. طبعا هايل. إيه قصه حلوه قوي، ولسه انت هتشوف الاحداث اللي جايه. لسه هنتشد ليها اكتر يعني. عموما احنا سعداء، وكانه انتوا بتبداوا تاني رمضان من اول وجديد، ودي فكره حلوه. ال 15 عملت أيوة اجواء أوي. حقيقي حلوه جدا قوي قوي. ايوه يعني فكره ال 15 حلقه دي من الحاجات الجميله ان انا ببقى مبسوطه بيها. اولا عارفه تحسي الحكايه مركزه. صح، وبتشوفيها مركزه. لا خدي بالك كمان الناس بتتنفس شويه عن النص التاني، بيكون يعني الناس خلاص استقرت في الشهر الكريم، وممكن الناس تبدا تتابع اكتر يعني. بالظبط كده، فهي بتبقى الحمد لله انا شايفه ردود الافعال جامده جدا. وبعدين اتخانقت انا وحسام، عايز نعرف قولي ايه اللي هيحصل. طبعا مش هقول لك طبعا. لازم تقولي لي ان انا لازم اعرف. طبعا حسام لازم يعرف، قاعد في البيت وانت نازله طالعه وما بيعرفش اي حاجه، ولما يعرف حسام انا اكلمه واعرف منه على طول. قاعده مع عيلتي بنفطر النهارده كله عمال يتخانق معايا. طبعا عايزين يعرفوا ايه اللي بيحصل. لا ان شاء الله يعني. انتوا خلصتوا تصوير مش كده؟ لسه شغالين. طيب يلا بالتوفيق باذن الله، هنتابع معاكي وكل الاحداث، ومبروك وان شاء الله دراما اجتماعيه حلوه تعجب الناس. ان شاء الله الفنانه نجاحها باذن الله. ان شاء الله الفنانه الرائعه نهال عنبر، بشكرك شكرا جزيلا. فرصه فعلا حلوه الناس بتتفرج طول الوقت على حاجات مختلفه. طيب وراء كل كواليس بقى عمل سينمائي او درامي ضخم بيبقى فيه اعداد كتيره جدا من العاملين خلف الكاميرات، والحقيقه الناس اللي خلف الكاميرات احيانا عايز اقول لحضراتكم مهمين للغايه، يعني اهم اكتر، مش عايز اقول اهم من اللي امام الكاميرا زي حالتنا، ولكن هي فريق واحد. يعني مش ممكن ابدا اللي قدام الكاميرا يطلع كويس ابدا، بالذات في التمثيل، الا لو كان كمان الفريق المبدع اللي ورا الكاميرا كمان هو مهم. بتكلم عن المصورين ومدير التصوير، لانه دول بيعملوا مجهود كبير جدا. مسلسل جودر اول ما نزل من التتر للمشاهد الاولى للخضره للقصر للتنوير للنور للاضاءه للكادرات، حاجه الحقيقه مبهره. يعني انا بقيت سعيده جدا ان احنا في زمن 2024 نعود الى الف ليله وليله، ولكن وكاننا في امتحان بنعود بشكل كبير جدا، بنعود بتصوير مختلف، بنقدم للجيل الجديد روح تانية خالص في اجيال ما شافتش الف ليله وليله قبل كده. فاعتقد ده كان ايضا يعني مسؤوليه كبيره على ايد مدير التصوير ومديرين التصوير والمسؤولين عن التصوير والاضاءه والكادر الجميل اللي احنا بنشوفه. خلينا نروح كمان نسال تيمور وهو مدير تصوير مسلسل جودر، يعني هو المسؤول عن هذه الصوره الرائعه اللي احنا بنشوفها، وخلينا نعرف منه حاجات كتير نساله عنها. هو معانا دلوقتي على التليفون مدير التصوير تيمور. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. ويعني بقى الواحد مش عارف يقول ايه بعد الكلام اللي حضرتك قلتيه. لا يعني ازاي يعني، انا صراحه كنت قاعده منتظره يعني اول ما بدا، قاعده اتفرج على الكادرات وعلى وعلى القصر ده موجود فين، اتصور فين الاول اماكن، يعني قول لنا اماكن التصوير الرائعه دي. اماكن التصوير الرائعه دي كلها يعني من تنفيذ مهندس ديكور، يعني كان يعني كان ليا الشرف ان اول مره اتعامل معاه احمد فايز. ويعني احنا كل اللوكيشنز كانت ديكورات فيما عدا حاجات بسيطه ما لهاش علاقه بالقصور خالص. ايوه بس كل اللوكيشنز عباره عن ديكورات بيكملها. يعني القصر بتاع ياسر جلال ده ديكور. ده ديكور، ده مش قصر حقيقي. لا ده ديكور، وقاعة الحكم ديكور، يعني المخدع وقاعة الحكم، وفي الحارة بتاعت سعد الصعود دي كلها بناها في مدينة الإنتاج. وفي مشاهد في مدينة الإنتاج، والمشاهد اللي موجودة بقى في الخضرة بتاعت جودر بقى
الحاجات الحلوة دي، الجناين دي ده كل ده موجود في القناطر وفي الفيوم. أيوة بس الصورة رائعة، في إبداع رائع في الصورة، يعني اللي هو بلدنا رائعة يا أستاذة شفتي. أنت عارف يا أستاذ تيمور أنا بقيت نفسي إيه؟ طبعا ده هيفوق الناس من الدراما، بس بقيت عايزة نكتب إنه إيه، تم تصوير المشهد ده في القناطر، تم من كتر جمال الكادرات والصور، حاجة الحقيقة مبدعة، الناس مستمتعة بشكل، لا بلدنا رائعة طبعا طبعا. ده حقيقي، يعني إحنا ما فيش في ال 30 حلقة حاجه اتصورت، هو 30 لان احنا اشتغلنا على ال 30 تمام، بس بداتوا يعني من نص رمضان، ابتدانا من نص رمضان الاخير، وما صورناش بره مصر غير 3 ايام في المغرب. ويعني عدد المشاهد اللي اتصورت هناك مش كتير خالص بالنسبه لبقيه المشاهد. يعني انا في فعلا الفلامينجو، الشطات بتاعت الفلامينجو دي طول الوقت الناس بتستغرب انها موجوده في الفيوم. عشان كده بقول لك احنا عاوزين لستة نقول عليها تم تصوير ده، الاماكن الرائعه الجميله، وطبعا الكادرات، الاضاءه كمان، يعني المشهد بتاع بدايه شهرزاد وشهريار وهو لسه بيحكي، الاداء، الايقاع، التصوير، الحركه، كادرات الرياكشنات اللي مخدوق، يعني خدمه القصه بشكل كبير. يعني هو اول ما قالوا لي على المسلسل طبعا انبسطت جدا، لان دي مساحه من الشغل على الاضاءه طبعاً. مختلف تماما، وبالذات ان القصه كمان فيها جزء فانتازيا، فده بيبقى بيخلي الواحد يتخيل حاجات. قعدنا عملنا اجتماعات كتيره جدا انا والمخرج اسلام خيري ومهندس ديكور احمد فايز وكل القائمين على الجرافيكس في شركه طبعاً. اروما، ان احنا ازاي نترجم اللي كتب يعني طبعا الاستاذ انور عبد المجيد كاتب سيناريو وحوار هايل. خد بالك استاذ تيمور، انت بطل من الابطال، لانه العمل الف ليله وليله يعني 90% كمان، يعني طبعا التمثيل والكتابه والاداء كلهم اساتذه، لكن التصوير جزء كبير جدا من نجاح العمل ده حقيقي. ربنا يخليكي، يعني. وهو كان مسؤوليه كبيره فعلا، لان زي ما حضرتك قلت في المقدمه كمان ان احنا الف ليله وليله في اجيال ما تعرفش عنها اي حاجه. صحيح. وكنا كلنا بنتفرج عليها، والناس زمان طبعا استاذ فهمي عبد الحميد يعني عمل شغل جبار طبعا عشان يطلع لنا الحاجات بتاعت زمان اللي عايشين عليها. عملوا كل ابداع، كل الابداع بتاع الزمن الماضي عملوه، فاحنا دلوقتي في الزمن الجديد اللي المفروض احنا كمان نعمل ابداع تاني، يعني وبره عمالين بيعملوا عننا، بيعملوا حكاياتنا احنا. صحيح. بيعملوها بره، فانا بجد يعني لا كنت كان عليا بس مسؤوليه ان ازاي نعمل صوره وشكل، بما ان معانا دراما قويه نعمل صوره وشكل تكمل الدراما دي ونبقى زينا زي بره او احسن كمان، لان احنا دي بتاعتنا احنا. اكيد، ومصر دايما ولاده، والمبدعين اجيال بتسلم اجيال، وانا متاكده من ده. بشكرك، تسلم ايديك وعينيك، لانه اكيد التصوير لازم يكون في رؤيه. مدير تصوير تيمور مسلسل جودر، واتمنى تكونوا مستمتعين بيه، لانه الحقيقه الصوره رائعه. وشوفوا بيقول لك تقريبا 90 او يعني 95% او اكتر زي ما قال متصور داخل مصر عدا مشاهد قليله. هي بلدنا جميله وحلوه وتستاهل ان احنا ندلعها ونطلعها ونبينها جميله. ما زلنا امام كواليس وحكايات وروايات الدراما المصريه، فاصل قصير ونكمل معاكم. موسم الدراما الرمضانية السنة دي الحقيقة زي ما اتفقنا حرص على تقديم وجبة درامية متنوعة، وده اللي احنا شفناه في الخريطة الدرامية بتاعة رمضان. وكان مهم جدا في الخريطة دي واحنا متابعين يكون في كمان مشاكل الأسرة وحياتنا في البيوت ومشاكلنا وقصصنا مع أولادنا والحياة اليومية اللي احنا بنشوفها مع أولادنا بشكل كبير، الأبهات والأمهات والولاد، وده كان موجود الحقيقة السنة دي في دراما رمضان بشكل كبير. مسلسل بابا جي على قد ما هو كوميدي لطيف وحاجة دمها خفيف وعارفين
طبعا الفنان اكرم حسني بيحرص على ده وهو رائع في ده وشاطر جدا فيه، لكن كمان المسلسل كتابته باسلوب بسيط وبيبرز المشاكل حتى الحياتيه اليوميه. انا شخصيا المسلسل ده عمل لي مشكله، عندي بنتي عايزه كلب باي طريقه، فطبعا اول ما طلعوا بقى يقولوا كلب ومش كلب بقينا عايشين بقى مشكله ايه، طيب ما هو الدنيا سهله اهي، فخليني اشوف ايه اللي حصل وعلاقه الابناء بالاباء وان الاب مش اي تي ام والكلام الجميل ده. خلينا كده نرحب بمؤلف العمل الاستاذ محمد اسماعيل ونعرف منه تفاصيل اكتر. مساء الخير استاذ. مساء النور، ازي حضرتك؟ المسلسل عامل حاله لطيفه كده ما بين الاسره. انت يعني انا سمعت كمان ان هو متاخد عن اب للايجار، هو مسلسل كوري. هو متاخد عن كتاب روايه نزلت في كوريا اسمها اب للايجار واتعمل منها فيلم مظبوط سينما هناك، والشركه تواصلت معانا واستاذ وائل حمدي عشان نكتب السيناريو والحوار للموضوع. يعني هي زي فورمات؟ لا مش فورمات، فورمات ده لو احنا هناخد مسلسل زي معمول وهناخده ونعمل له مسار. لكن هي مجرد فكره، اكننا مثلا خدنا روايه نجيب محفوظ وحولناها لمسلسل. تمام تمام. فاحنا خدنا الفكره بتاعت الروايه اللي هي اب للايجار والعلاقه بتاعته ان هو ما بيش لاقي شغل، ف بس طبعا فكره ان هو مش بيلاقي شغل في كوريا غير ان هو بيلاقي شغل، مش بيلاقي شغل في مصر، لان في الوضع الاقتصادي والاجتماعي طبعًا مختلف. طبعا. فانا خدنا السطر بتاع انا وايه الموضوع على اللي هو قبل بيتاجر، وبدانا بقى نشتغل احنا بقى بنالف المسلسل اول. ايوه صح. فازاي الاب بقى ممكن، ايه الدور اللي ممكن يعمله والادوار الغايبه؟ بس فكره المسلسل هنا لانه دايما كان يتم اتهام الاباء انه ما بيعملش ما بيهتمش ما بيشوفش، ففي هو عالج حاجات كده لطيفه باسلوب لطيف يعني. لا الكوميديا برده كتابه ليها مش سهله، او انه يبقى فيه تناول فيه خفه دم يعني. وطبعا الموضوع احنا كنا بنفكر فيه في الاول في نوع من انواع شويه يعني الخوف من انت لما تخش في مناطق ممكن تضايق الناس. صحيح. او توجع الناس، فكره ان انت مثلا يعني مثلا الولد اللي اخذ اكرم في اول حلقه ده ولد يتيم ما شافش اب. ايوه. فده موضوع مأساوي طبعا، بالذات تقدر تناوله بشكل كوميدي. طبعا. دي كانت من الخطوات اللي احنا قعدنا نفكر فيها الاول، بس بصراحه كان مسهل علينا شويه الموضوع ان احنا معانا اكرم حسني والكاست الكوميدي اللي معاه نسرين اوتاكا ياسر التوبجي، كل الطاقم ده كله كان مسهل علينا ان احنا لا نقدر انا ووائل نقدر نتناول المواضيع حتى لو حاسين انها فيها قسوه شويه. لان احنا واثقين في الكاست اللي معانا ان انا هيقدر يطلع ده، وطبعا وراهم استاذ خالد مرعي ورا كل الناس كلها، فاحنا كنا بنكتب واحنا يعني ايه سايبين ايدينا وواثقين ان شاء الله حاجه هتطلع كويس. رد فعل الناس ايه؟ الناس ارتبطت بايه اكتر في المسلسل؟ انت اكيد كنت بتتابع ردود الفعل. ردود الافعال. انا بس عايزه اقول لك لان احنا على الشاشه، انا كمان كان عاجبني حاله البهجه في التصوير والالوان والحاله، يعني اديته حاله من الطاقه الايجابيه والبهجه كمان بشكل كبير. هقول لك حاجه انا شفتها النهارده واثرت فيها جدا 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 يعني. رساله فيديو بنت صغيره عندها 8 سنين من غزه بعتتها لاكرم وبتقول له احنا الحرب تعبانه وقرفانه، واحنا لكن انا الوقت اللي بشوف فيه بابا جه بنسى ويلات الحرب. وبتقول له انا بابا لما يبقى معايا فلوس حاجه اشوفك في مصر. بص مش قادر اقول لك قد ايه انا حسيت بقيمه اللي انا عملته. لا وقيمه ان انت بتطبطب على قلوب صغيره وعلى ناس. انا مش قادر اقول لك انا حسيت يعني انا بشكل جدا يعني انا رائع. انا طول عمري بحس يعني ايه حاسس بقيمه اللي انا بعمله. يعني حاسس بقيمه الكتابه وحاسس بقيمه طبعا. اللي انا بتقي ربنا في دايما في اللي انا بكتبه، بس انا اول مره احس انها مباشره قوي كده وتخبطني. أيوة. في راسي وفي قلبي بالمنظر ده. وواصله لحد عايش في ويلات النار. ان انا حسيت ان انا الكام دقيقه اللي انا بكتبها دي بتخرجه من اللي هو فيه ده علشان طبعا يبتسم. انا مش هقول لك انا كنت حاسس بايه، بس عايزه اقول لك هو ده تاثير الدراما المصريه. ده حقيقي. ده حقيقي. عشان كده لما بنتكلم على الدراما المصريه احنا مش بنتكلم على دراما بنزعها لاهالينا كده على قدنا قافلين على بلدنا واحنا بنشوفها. لا خالص. لا دراما بتسافر بره الحدود، والفكره عموما ما بتبقاش يعني ملك لصاحبها اول ما بتتم تنفيذها. الفكره بتسافر في كل مكان. احنا عندنا ثروه اسمها اللغه العربيه طبعا، اللي هي الناس بتشوفها من المحيط للخليج، دي ثروه كبيره جدا طبعا. ونحط بقى جنبها استاذنك انا اللهجه المصريه. ولا بالظبط كده، لان اللهجه المصريه بقى يعني بتوصل في كل لكل اهالينا في دولنا العربيه بشكل كبير كده. يعني
طيب الحاجة التانية بقى، يعني طبعا وجود أكرم حسني، وجود إنه يبقى في اللطف والظرف والولاد، يعني ما تعبتوش بقى الكتابة كمان في وجود أطفال؟ مش سهلة برضو الكتابة في يعني إحنا ككتاب لو إحنا مثلا في صعوبة إن إحنا نكتب الأطفال 50%، فالصعوبة كلها على أستاذ خالد مراعي 100%، إنه يقدر يواجه كل الأطفال طبعًا دي طبعا. بس الحمد لله إن إحنا يعني أولا مصر فيها كمية مواهب في الأطفال غير طبيعية. صحيح. يعني احنا بنلاقي في الدور في اكتر من حد ممكن يبقى كويس فيه، ما شاء الله، ونختار الاحسن دايما. الكتابه عملت الاطفال اوديشن كامل. طبعا طبعا طبعا. طيب خلينا ناخد دي بعد الفاصل. زي ما قلت لكم انا سعيده بدراما رمضان السنه دي، انه شفنا ولادنا على الشاشه، يعني شفنا ولادنا ولاد جيراننا واهالينا، مش ولادنا ولادنا بس اللي هم شبه ولادنا، وده شيء يحسب لدراما 2024. اقتحمت البيوت ومعاها الاطفال والابناء والشباب. هنكمل بعد فاصل قصير وبابا جه. رجعنا تاني بنتكلم عن مسلسل من المسلسلات اللي انت تقدر تعمله كده تريح كده، يعني احيانا اليوم بيبقى صعب وفي مسلسلات عايزه تركيز، في عايز بحث، لكن انت محتاج هذه النوعيه من المسلسلات اللطيفه اللي شبهك اللي بتحل مشاكلك. بابا جه يعني انا شخصيا بحس ان هو من الحاجات اللي هو لو بنتفرج على كذا حاجه دسمه، فانت عايز ده كده يعني تبقى مبسوط، يديك بسمه ويعني الحمد لله. انتوا كنتوا حاطين الانطباع ده يعني طول الوقت في الورق يعني. يعني العمل التسليه والبهجه والكوميديا ده كان رقم واحد عندنا. نعم بنتناول ممكن مواضيع ممكن تبقى صعبه او فيها دراما شويه، لكن دايما في دماغنا دايما التناول هو تناول كوميدي، لانه في الاخر هو مسلسل كوميدي يعني. طبعا الافكار وانت بتكتب، لان الكتابه للكوميديا صعبه جدا، لان انت مطلوب ان انت تقدم متعه وتضحكني وتبقى لطيف، والا هتقلب يعني، عارف ازاي؟ غير مسلسل درامي ممكن تصعد الدراما فيه يعني ممكن تعيطني بسهوله بس مش تعرف تضحكني. لكن المشاكل بقى الحياتيه، ايه اكتر حاجه انت كمؤلف كنت دايما عايز تحطها، يعني حاسس ان هي في المجتمع لا محتاج ان انا احطها يعني هتفرق مع الناس؟ والله احنا لما كنا بنكتب كنا مش بنفكر في ايه المشاكل اللي عاوزين نتناولها، اكتر ما احنا بنفكر ازاي نبني الشخصيه بتاعتنا والعالم بتاعها. احنا اول ما بنبني الشخصيه بتاعتنا والعالم بتاعها كويس، خلاص احنا بنمشي بقى مع المشاكل بتاعتها، والمشاكل بتاعتها ما دام احنا حاسين او احنا مطلعينها من الواقع بتاعنا، المتلقي خلاص على طول بيصدقها. والحمد لله احنا اظن ان احنا توفقنا في ده يعني. صحيح. طبعا فكره ان احنا نفكر بقى في المشاكل اللي هو البطل بتاعنا بيخشها جوه البيوت، كنا دايما بنفكر في نقطه ايه هي الحاجات اللي حاسين ان احنا ممكن عاوزين نتكلم فيها، الاسره بتفكر فيها، احنا مش بندي حلول، احنا بنحط بس ضوء الضوء كده على المشكله او على ايه احنا محتاجين ايه. الحلول دي بقى بتيجي من المناقشه بتاعه المجتمع كله بقى، وهو بيتفرج ويقول احنا عندنا النقطه دي عاوزين نتكلم فيها ومش عارف ايه. فاحنا قعدنا نتكلم في الحاجات اللي احنا المشاكل اللي هي ليها علاقه بالاب، وانا اب وائل حمدي اب واكرم، فقعدنا نتكلم ايه المشاكل عندنا احنا، اللي احنا بنحس بيه كابهات، اللي احنا شايفين احنا ممكن نكون مقصرين فيه، او اللي احنا حاسين ان في حوالينا مقصر فيه، وخرجنا بقى الموضوع من جوانا احنا يعني. عشان يبقى طبيعي. طب الانطباع بقى الاولاني عند الابهات ايه؟ لانه كان دايما الاب بيقول لك يعني معظم الاعمال بيبقى الام، والام اللي بتشيل واللي بتعمل واللي بتتعب يعني برضو ده مسلسل اتناول الاب بشكل فيه خفه دم يعني. فانطباع ايه؟ لمستوا بقى الانطباع ازاي عند الاب؟ في الاول مثلا ليه اصدقاء اتصلوا بيا قالوا احنا كنا فاكرين اول ما شافوا الاغنيه قالوا ده حاجه بقى بتنتصر للاب وبتاع، فلقوا المثال بتاع هشام قال لك ده تشتغلنا ولا ايه يعني؟ أيوة ده انت جايب اب من البنيله يعني. ايوه. فقلت له اصبر هتفهم بعدين. هتفهم لان هي رحله تطور. طبعا. يعني ازاي لان الابوه دي هي حاجه مكتسبه. صحيح. الامومه هي انت الام هو الطفل بينزل من الام جزء منها. صح. بالمشاعر بتاعتها. صح. دي انما الاب فجاه يكتشف ان في كائن جديد عنده في البيت هو مش فاهم. أيوة. فيه ايه؟ مين ده؟ ايوه. ايه العلاقه اللي بيني وبينه؟ لازم يبدا يتعامل معاه ويربيه بالظبط. فهو بتبقى علاقه مكتسبه بتبدا. صحيح. لازم الواحد يبذل فيها مجهود. صح. الامومه لوحدها.
أيوة. بصراحه انا ده رايي الامومه هي يعني الام والله. بص انا هقول لك هي لوحدها بس برضو هي فيها مجهود التربيه برضو طبعا. يعني الاب والام اصل هم ما فيش حد بيطلع لوحده يعني لازم العنصرين يكونوا موجودين طبعا. بس يمكن الاب بيبدا يعني لازم هو يبني العلاقه بالظبط كده هو دايما هو ده عند يعني مثلا تلاقي اي في اي اسره تلاقي الام لو زعقت الاطفال ما يزعلوش قوي انما الاب زعق يا نهار ابيض لا والعيال يزعلوا قوي ايه ده أيوة بابا بيزعق لنا كده ليه احنا ما بنبقاش بنحب بابا طب ما انتوا امكم كل يوم بتقولوا امي بتزعق فيكم ايوه بالظبط اشمعنى بابا يعني ايوه صح. فهي دايما كده هي دي العلاقه كده ان انت الاب دايما هو اللي لازم يبذل مجهود شويه اكتر من الام علشان يوصل لاولاده. فكرنا في ده برضو احنا بنتكلم واحنا بنشتغل في فكره كمان فيه. ان الاب يعني دايما الاب بيتحول اللي هو محفظتي فين انا الاي تي ام انا اللي كذا انا اللي محدش بيسال عليا لكن الفكره دي بتتغير في الاجيال لان الاب قرب لل يعني الاب القديم بتاع زمان اللي كانت ناس تترعب منه ده ما بقاش هو الاب بتاع الزمن ده. فالدنيا برضو اتغيرت كتير يعني اتغيرت لان الست بدات تشتغل ما بقاش هو الاب كمان هو المصدر الوحيد دايما للفلوس لا الام الست بقى بتشتغل وفي كل حته وممكن تبقى هي كمان بقت المصدر كمان للفلوس فالموضوع بدا يبقى لا طب ما تيجي يعني لازم يبقى في وجهه نظر ثانيه او لازم يبقى المساله مش مساله فلوس بس وهي اصلا مش مساله فلوس هي يعني مش فلوس بس هي حاجات ثانيه كتير الفلوس او اللي هو الاب يبقى العائل العائل في الاسره ماديا دي حاجه جزء من الابوه مش هي دي الابوه بس صحيح وده اللي احنا برضو قعدنا نتكلم فيه في المسلسل يعني صحيح. طيب يعني كمان عايزه اقول انتوا فكره الاغنيه عملت لكم انتشار انا شايفه ناس كتير برضو بدات تستخدم الاغنيه وتعمل حاله كده جميله ويصوروا ابهاتهم ويتكلموا يعني برضو الدراما هنا بقت بتنشر افكار يعني ممكن تعمل تأثير بشكل كبير يعني برضو من الحاجات اللي أنا سمعتها إن في حد نعرفه قال بيقول أنا بقيت هتخش البيت أيوة. ألاقي ابني عنده 7 سنين بيقول بابا جه بابا جه جامد يعني بعد أيوة. ما شاف المسلسل ويلا بابا نتفرج على المسلسل أيوة. فالروح بتاعي إن أنا فجأة اكتشفت إن المسلسل خلى يبقى في علاقة ما بين أب وابن أو بنت وهم يقعدوا يتفرجوا على المسلسل مع بعض عشان فكرة الأب دي حاجة مهمة جدا حسيت فعلا برضو بقيمة الموضوع صحيح. عارف انا كمان بحييكوا على ايه على الاسم نفسه لانه بابا جه ده مصطلح مصري 100% اللي هو بابا جه يا اولاد بابا جه ولا لسه يعني احنا بنستخدمها احنا في لهجتنا المصريه بشكل بالزبط. كبير فالمسلسل برضو بالبساطه استخدم حاجه مصريه جدا يعني فدي انتوا قعدتوا اخترتوا الاسم ازاي فكرتوا فيه ازاي والله يعني جه احنا قاعدين انا وائل مع بعض احنا بنبدا نشتغل يعني طبعا. الكوري لو عمل اب للايجار كان اسمه اب بديل بديل كان اسمه اب اب بديل مش هتمشي قوي عندنا انما بابا جه يعني اقرب لمصريتنا بالظبط احنا قعدنا يعني فعلا هنفكر يعني احنا قاعدين بنكتب كده فطلعت لنا يعني اقول لك حاجه انا وائل طلعناه في نفس اللحظه من كتر هي ما هي كانت تلقائيه وطالعه من الموضوع يعني فالحمد لله توفقنا فيها كمان ولادك يعني. قالوا لك ايه على المسلسل يعني لا هم مبسوطين بيه أيوة. الحمد لله يعني وانا كمان كأب في البيت انا بسبب شغلي انا عشان انا بكتب طول الوقت في البيت طبعا فانا قاعد في البيت طول الوقت ايوه ففكره ان انا بنزل او الاب اللي هو بيبقى غايب عن البيت و مش موجود عندي شويه يعني ما انا ساعات ببقى مثلا انا ببقى قاعد بكتف طول الوقت بس منفصل بالظبط كده بالظبط يعني كده. مش موجود بابا جه بقى لما يبدا اللي بخرج من المكتب لما تبقى قريب منهم يعني انا بشكرك وبحييك وبحيي فريق العمل كله الحقيقه على مسلسل الحقيقه بذلتوا فيه مجهود كبير واحنا استمتعنا بيه بشكل كبير وبشكرك شكرا جزيلا نورتنا في التاسعه مشاهدينا طبعا الوقت بيجري زي كل حاجه ما بتجري معانا انا يعني إن شاء الله نلتقي معاكم الأربع والخميس الجايين هيكون كمان المسلسلات اللي بدأت من كام يوم الـ15 بقى ليها يعني كده يعني وضع أكتر معاكم وتفاعل نقدر نتكلم فيها بشكل كبير التاسعة مستمرة لا تتوقف أبدا غدا تلتقون مع زميلتي العزيزة هدير أبو زيد أما أنا ألقاكم الأربع والخميس بإذن الله دمتم في رعاية الله تصبحوا على خير.